منذ البدء يا منا، لكل ليل فجر، حق الإنسان في المعرفة وفي التعبير، حقه في الحرية وفي الحياة الكريمة. لكننا كنا وما زلنا نرى العالم بعيون عربية، ننطلق من ثقافة عربية، نؤمن بالتنوع والتعددية واقع حياة. آمنا بالجرأة واتخذنا المبادرة سبيلا للتميز. كانت هناك عتمة وتعتيم، كان هناك مقص رقيب وسطوة مراقب. منذ البدء آمنا بقدسية الخبر، نقدمه كما هو ونضعه حيث وزنه. منذ البداية آمنا بحرية الرأي، فتحنا أبوابنا للجميع، لا نفرق ولا نميز، شيبا وشبانا، ذكورا وإناثا، كنا لكل الناس. نرمق المستقبل ونأخذ بكل جديد في التكنولوجيا وفي المضمون وفي الأداء. وعودا على بدء، كان الإنسان العربي غايتنا، كل ليل فجر وكل طريق يبدأ بخطوة.